كافة الأجهزة الأمنية التابعة للجيش الليبي العاملة بمطار طرابلس الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إنه في ظل الأحداث التي تشهدها ليبيا سواء في عاصمة الثورة بنغازي الجريحة أو في طرابلس عروس البحر الحزينة، وما آلت إليه البلاد من أوضاع سياسية كانت أم أمنية، والتي كان ضحيتها شعبنا الليبي البطل، ووفاء لدماء الشهداء وإيمانا منا بواجبنا الوطني الذي يلزمنا لانحياز إرادة الشعب وإحقاقا للحق ودحرا للباطل. نعلن نحن منتسبي الكتيبة 429 أحداث حيوية لحماية مطار طرابلس الدولي بكافة ضباطها وضباط الصف وكذلك جميع المكاتب التابعة لوزارة الدفاع، مكتب الشرطة العسكرية، مكتب الاستخبارات العسكرية، مكتب التسفير العسكري بمطار طرابلس الدولي، انحيازنا الكامل لإرادة الشعب وصوت الحق وانضمامنا للقيادة العامة للجيش الليبي، وكذلك لتطهير البلاد من الجماعات المتشددة والتي عادت في الأرض فسادا، وإننا فداء للشعب والوطن كما نطالب لجنة الستين بقيام بواجباتها التشريعية واستلام زمام الأمور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاشت ليبيا حرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.